خلال خطابه لجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي حسن الاقتصاد وحجم خسائره جراء جائحة كورونا. الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر على تعزيز التعاون وتقديم الدعم لجنوب السودان في المجالات كافة. وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 75 ألف حالة، وبريطانيا تقر قيوداً جديدة لمواجهة الفيروس. السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن برنامج الإصلاح الهيكلي أسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة كورونا. وفي كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس أنه لولا دعم الشعب المصري لما كان ممكنا اجتياز المراحل الصعبة للبرنامج، مؤكدا أن مصر من بين دول قليلة استطاعت تحقيق معدلات للنمو إيجابية رغم جائحة كورونا، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاما. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم لجنوب السودان في كافة المجالات خاصة التنموية. جاء ذلك خلال استقباله الفريق أول تود جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن جلواك نقل الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير متضمنة الدعوة للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، والتي ستعقد في مدينة جوبا مطلع أكتوبر. حذرت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تشكل حكومة دون إبطاء. وقالت الخارجية الفرنسية في تصريحات إعلامية أنه في هذه اللحظة الحاسمة تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد، مشيرة إلى أنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين. طلبت النيابة السويسرية بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس قنوات بين سبورتس 28 شهرا باتهامات الفساد والتعامل بالرشاوة، وذلك ضمن القضية التي يحاكم فيها مع الفرنسي جيروم فالكا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وأكدت النيابة السويسرية على وجود أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي تملك فيلا فالكا. دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن إلى إطلاق مبادرة إقليمية لمكافحة الأمراض المعدية والمحافظة على الصحة العامة تشمل الصين واليابان ومنغوليا وكوريا الشمالية للتصدي للأزمات الصحية وإرساء أسس السلام مع بيونغ يانغ. وأكد مون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التكاتف لحماية الأرواح وسلامتها سيضع الأسس الكورية الشمالية لضمان أمنها من خلال التواصل مع المجتمع الدولي. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أكثر من 4600 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 651 حالة وفاة، وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 705,000 حالة، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 75,000 حالة. أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع معدل الإصابات خلال الفترة الأخيرة. وقال جونسون أن الإجراءات التي ستطبق لمدة 6 أشهر تأتي بعد تجاوز أعداد الحالات المسجلة بالمستشفيات للضعف، كما أعلن توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات. كانت الحكومة البريطانية قد رفعت مستوى الإنذار والتحذير بشأن كورونا وقررت إغلاق المطاعم والحانات في الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.
نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم.